وينضم إلينا من لندن مشاهدينا سامر خلاوي محلل سياسي. أستاذ سامر أهلا ومرحبا بك على شاشتنا. يعني بعد تطمينات عديدة سمعناها من الدول الضامنة لمسار أستانا، بعد تطمينات أيضا سمعناها من مسؤولي المعارضة، تصعيد عسكري من قبل قوات النظام، كيف تقرؤون ذلك؟ نعم، في البداية تحية لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني أنا دائما أقول أن استراتيجية النظام وروسيا وإيران هي استعادة السيطرة على كافة الأراضي الخارجة عن سيطرة هذا النظام المجرم، والآن هناك محاولات من قبل روسيا والنظام وإيران للسيطرة خاصة على منطقة محدودة، وقد تكون هناك عملية محدودة خاصة في منطقة جسر الشغور التي يسيطر عليها الحزب التركستاني، وهي طبعا نعم وهي طبعا وهي متاخمة للحدود مع الساحل السوري، وكونها أيضا تمر من منطقة طريق الأوستراد. أنا أعتقد أنه قد تكون هناك عملية محدودة جرى التمهيد لها، وكما قلنا روسيا وإيران لن يتوقفوا، إن تمكنوا من هذه المنطقة سوف يتابعون للوصول إلى مناطق أخرى. أما التأكيدات من ما يسمى ممثلين معارضة في الأستانة فهؤلاء لا قيمة لهم ولا رأي لهم، هم مجرد أدوات يتم استخدامهم لا أكثر ولا أقل. مع كل أسف كانوا خدموا النظام وخدموا روسيا من خلال الأستانة التي استطاعت روسيا والنظام وإيران من السيطرة على مناطق كثيرة كانت تدخل في منطقة في مناطق ما يسمى خفض التصعيد، تم اختراقها وتم وعدم الالتزام بها من قبل روسيا والنظام وإيران. طب أستاذ سامر، يعني هناك أنباء عن موافقة روسية على طلب تركي لوقف التصعيد في إدلب، ما هي فرص التهدئة في ظل التصعيد العسكري مؤخرا؟ يعني أنا أعتقد أنه لو تم فتح الأوتوسترادات التي كان متفق عليها ما بين روسيا وتركيا، وخاصة طريق يعني الساحل إلى حلب إلى دمشق، قد تهدئ من ذلك. هناك طبعا ذرائع تتحجج بها روسيا وكلها كاذبة، أن هناك استهداف لمطار حميميم بطائرات مسيرة، لم نعرف طبعا حقيقة مصدرها ولكنها تتخذها روسيا ذريعة. كما قلنا روسيا بالأساس لا تحتاج إلى ذرائع وهي ماضية في استراتيجيتها، ومن هنا على تركيا أن تتدخل بشكل جدي، لأن هذا انذار وهذا اختبار أيضا لتركيا ماذا سوف تفعل في بداية هذه الهجمة، وخاصة هذا الاستهداف الإجرامي من قبل الطائرات الروسية والأسدية. أستاذ سامر، ماذا باستطاعت تركيا أن تفعل؟ يعني أنت ذكرت في بداية الحديث بأن يعني دمشق دوما تكرر بأن تريد استعادة السيطرة على كل الأراضي السورية، طب لو وقعت معركة خاصة على الحدود ما بين سوريا وتركيا، ماذا باستطاعت تركيا أن تفعل؟ وما هو الحق الذي يخول تركيا بأن تتدخل؟ يعني إذا تتحدث عن الحق، أغلب الدول ليس لديها حق، يعني هذا من جانب. أما هي لم تتوقف على تركيا فقط، أمريكا تحتل مناطق في سوريا، روسيا تحتل مناطق، إيران تحتل مناطق، تركيا تبحث عن مصلحتها وأمنها القومي. هي طبعا قبل الحديث عن مساعدة الشعب السوري أو الثورة السورية أو الجيش الحر، هي تتحدث عن مصلحتها ومن مصلحتها تأمين حدودها، فهذا يعني أمر لن تستهين به تركيا، خاصة نتذكر أن هناك ما يقارب 4 ملايين شخص متواجدين في إدلب. لو تم هناك عملية عسكرية سوف يؤدي ذلك إلى الضغط على تركيا وعلى حدودها. يعني التخوف التركي نابع فقط من مسألة التخوف من نزوح مدنيين إلى تركيا أستاذ سامر؟ لا، ليس فقط هذا، ليس فقط هذا، تركيا قامت بعملية درع الفرات وغصن الزيتون من أجل تأمين حدودها، وهي أعلنت أن هناك عدة فصائل تقيمها أنها إرهابية تريد أن تبعدها عن حدودها، وتم ذلك بتفاهم مع روسيا وقسم آخر بتفاهم مع الولايات المتحدة، وهذا ما حدث على الأرض. تركيا تبحث عن مصلحتها، ومن مصلحتها أيضا عدم حدوث عملية عسكرية هناك، وإن حدثت هذه العملية
كما صرح السيد أردوغان وقال أن كل تفاهمات وجوهر أستانا سوف ينتهي إن تمت هذه العملية العسكرية، لأنه كما هو معلوم هناك اتفاقيات كثيرة تربط روسيا وتركيا، ومن بينها هذه المنطقة التي تضمنها تركيا. إن ضحت بها تركيا سوف تفقد مصداقيتها تماما، إضافة أن الخطر سوف يأتي إليها، فمن واجبها أن تتدخل وتمنع هذه العملية العسكرية ليس حبا بالشعب السوري ولكن من أجل مصلحتها. إلى أي مدى يعني في حال بدأت عملية عسكرية في إدلب إلى أي مدى سوف تتغير اتفاقات الدول الضامنة لمسار أستانا؟ يعني كما قلت السيد أردوغان قال أن جوهر عملية أستانا سوف ينتهي، لأن كما قلنا هناك اتفاقيات كثيرة ما بين روسيا وبين تركيا، وتركيا لن تسمح بذلك من أجل مصلحتها. وإن تمت هذه العملية كما قلنا فتركيا سوف تخسر الكثير، إضافة أن الشعب السوري سوف أيضا يخسر الكثير. هناك مصلحة مشتركة ما بين الشعب السوري في تلك المنطقة والثورة السورية وما بين تركيا في هذه المنطقة. من مصلحة الجميع أن لا يكون هناك عملية عسكرية روسية إيرانية أسدية، لأن هذا سوف يضر الجميع. قد يكون فصائل الجيش الحر يعني موقفها أضعف من الموقف التركي، تركيا تستطيع أن تفعل ذلك لأنه لديها 12 نقطة مراقبة هناك، ولديها أيضا تواجد عسكري، وطبعا هذا لا يكفي. وحتى الجيش الذي دعمته تركيا وقام بتشكيله الجيش الحر، فهذا ليس بكافي، لأنه الكل يعلم أن قوة روسيا والنظام الأسدي هي في الطيران، وإن مهما بلغ عدد هذا الجيش فأعتقد أنه لن يكون كافي إذا لم يتم تحييد العامل الجوي. كما قلنا المعركة هي ليست سهلة، وكما أيضا هو معلوم أن كل المقاتلين الذين تم تجميعهم بهذه المنطقة لن يكون لديهم مفر آخر، ستكون معركة صعبة وستؤثر على الجميع. من هنا أنا أعتقد أن سيكون هناك تفاهم ما بين تركيا وروسيا قبل حدوث هذه العملية، وقد تحدث عملية محدودة كما أشرت في البداية خاصة في منطقة جسر الشغور. إذن السيناريو الأبرز للتطبيق في نهاية المطاف في إدلب هو تفاهمات وليس عمل عسكري. نعم بالتأكيد تفاهمات، وكما قلنا حتى العملية المحدودة إن تمت لن تتم دون أي تفاهم، لأن تركيا موجودة هناك وهي مسؤولة عن منطقة هذه التخفيض، وروسيا تعلم ذلك، كما تعلم أن هناك أيضاً العشرات من الآلاف من المقاتلين المتواجدين هناك، وكما هو معروف أن تركيا ترعى هذا الجيش الحر في هذه المنطقة، فهي المسؤولة عن هذه المنطقة. وكما أيضا أكرر وأقول أن قد يكون هناك تفاهم ما بين روسيا وبين تركيا حول الوضع في الشمال السوري. نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة الكريمة السيد سامر خليوي محلل سياسي، حدثتنا من لندن.